فين بيتك؟ هو ده. طيب ادخلي بقى. تمام، سلام سلام. ايه البني ادم الغريب ده؟ ولا الايس كريم ده فيه حاجه ولا ايه بالظبط؟ مره يبقى لطيف ومره تاني يبقى عصبي، وساعات يبقى شرير، وساعات يبقى اخرس مش بيتكلم. انا ما عادش فاهم حاجه، يا رب يصبرني. ولا يكونش عنده انفصام في الشخصيه؟ ايوه باين انه كده عنده انفصام. لما ادخل انام قال انا خلاص ما عادش قادره من كتر التفكير. بس كده خلصت. انت يا ابني ايه اصحى يلا عشان رايحين المدرسة. وفي حد بيصحي حد كده؟ ايه انت دي؟ هو انا حشر ولا معرفش ولا ايه؟ لا بعد الشر، انت جاربيج. ايه جاربيج؟ انا مش فاهم حاجة. هو انت حافظاي الكلمتين من على جوجل وتيجي تسمعهم لي؟ وبعدين ارحمينا، ما تعمليش نفسك من بنها. تقولي نسيتي نفسك يا بنت ولا ايه؟ ده انت جايبة مقبول في الانجليزي. اسف في الانجليش يا اخي على زرافتك. لا حوش شاطر قوي. انا جايبه مقبول في الانجليزي وانت جايب في الفيزياء بدون مستوى. يعني انا ارحم شويه. انت بتعيريني يعني عشان جايب بدون مستوى؟ طب لما نشوف يا فرح هتجيبي المره دي ايه؟ تمالي يكتبولك اصلا في الشهاده، ما عادش تيجي مدرسه تاني يا بنتي، ما عادش في منك فايده. لا ظريف يا ابني وضحكتني. استنى لما اضحك كده ها ها هاي. طب استنى بقى، انا عايزه ضرب الجزمه ان انا جيت اصحيك عنك. ما فلحت اتخمت، خلي النوم ينفعك. لا شاطره يا بت، خدي شويه الشطاره اللي بيقعوا منك. خدي خدي حوش. مش فاهم ايه ده. ماشي بيتريق عليا يعني. طب بكره بقى هبقى شاطره ووريك. حلو قوي السجون ده. انت لسه شفت حاجه؟ ده انا هوريكوا صوره قعدت اضحك عليها سنه امبارح. استني اما اوريها لكم. شايفين دي؟ ودي تعلمنا ايه يا رجاله؟ ما نتخدعش في البنات على طول، علشان اللي تلاقيها نانسي عجرم في الاخر هتلاقيها جعفر. يا حقير اكيد وري لهم صورتي. وهو وعدني مش هيوري الصوره لحد. ماشي علشان تعرف بس مين اللي بيخرف الشرط. انا جيت لفكرة، في جيبه موجود مفتاح الدراجة النارية، فانا هروح اخده واطلع اجري ومعادش هيشوفه بعد النهاردة. واروح اقول لمامته انه بيركب الدراجة النارية. ايوة وبكده اكون وعدتها ومخالفتش بالوعد. لما اروح اخده دلوقتي. هي يونج. ماشي انا هوريك. يا ربي يا ترى ايه اللي بيحصل؟ وينجي متعصبه كده ليه؟ وفي ايه ما بينها وما بين سجون؟ لما اقعد عشان اشوف كده اهو. انت بتخلف بالشرط. حلو يونج. شرط ايه؟ انا مش فاهم. هات المفتاح. يونج وقفي بقى. ها يا بنت اهدي بقى. اهدى اهدى ليه؟ طب ما انت وريت لهم الصوره بتاعتي وخلاص. الصوره بتاعتك؟ بتاعتك ايه؟ مش فاهم. تعمل نفسك من بينها بقى، وعلى اساس الضحك اللي انت ضحكته وسمع اخر الجامعه ده ايه بقى ان شاء الله. والكلمه اللي لسه قايلها من شويه ما تتخدعوش في البنات، عايزني افكرها ايه ان شاء الله. انت قصدك على كده بقى انا اروح اوري لهم صورتك؟ انا ماسكها لك زله، لكن ما اروحش اوريها لحد، ومستحيل اعمل حاجه زي كده. اعملها في حاله واحده بس، لو قلت ماما ان انا بركب الدراجه الناريه. يا سلام، وبعدين انت ما وريتهمش الصوره بتاعتي يعني. يا بنتي والله العظيم وريت لهم الصوره اهي، الصوره اللي انا وريتها لهم. يعني انت ما وريت لهمش الصوره؟ ايوه. هاتي بقى المفتاح. لا مش هديهولك. ايه ضمني بقى انت مش هتوري لهم الصوره بعد ما تاخد المفتاح؟ بصي يا بنتي، انا مش وعدتك ان انا مش هوري الصوره دي لحد؟ ايوه.
مقابلة انتي مش هتقولي ماما ان انا بركب الدراجة النارية؟ ايوه. وانتي المفروض مادام انا وعدتك تثقي فيا 100%. يا سلام ليه ان شاء الله، زي ما بقول كده هتبقى المفتاح وما تضايقنيش اكتر من كده، وما تحاوليش تعمليها تاني يا شاطرة، فهمتي؟ هي انت رزق قوي على فكرة. ايوه انا عارف، وعشان كده سموني سجون. يا اخي على الثقة، انا مش عارفة ايه ده، بايخ قوي. علشان تعرف بس بقول لك دايما انها حبيبتك وانت بتضحك علينا. مش حبيبتي يا عم، وانا هكذب عليكم يعني؟ امال تبقى لك ايه؟ مجرد صديق. صديقة قلتلي، وانا اخاف منكم يعني؟ ما قلتلكم مش حبيبتي. تمام يا عم خلاص. لما اروح الفصل. هي يونج. اهلا سهو، شايفاك متاخر يعني النهارده؟ لا مفيش. ايه ده، هو انت لسه زعلان من امبارح؟ ما تكسرش بقى يا عم. لا لا مش زعلان ولا حاجه. ده انا حتى نسيت. ايوه اضحك كده على طول، احسن من انت ضرب البوز 24 ساعه. يا سلام للدرجه دي؟ ايوه انت كئيب قوي على فكره. انا مش كئيب والله، انا عاده كنت بضحك يعني، بس حصلت شويه حاجات كده ايه، ما تاخديش في بالك. طيب هتدخل على الفصل؟ ايوه يلا. انت هتدخلي؟ ايوه هروح، تعالى معايا. تمام. شفت يا سجون، لما قلت لك ان سهو بياخد البنت بتاعتك وانت مصدقتنيش ساعتها. ايوه شفت. ماشي سهو، اما وريتك انت مش لسه من شويه قلت ان انت البنت دي مش بتاعتك وانت مش بتحبها؟ ايوه انا عارف ان انا مش بحبها، بس انا ابتدي اعمل خطه علشان احرق دم سهو. ماشي يا سهو هوريك. طيب سلام بقى. سلام. هاي بنات. هاي يا يونج. اهلا يا يونج. عاملين ايه؟ انا الحمد لله. بقولك يا يونج، انا شايفه ان علاقتك انتي وسهو اتحسنت شويه. ايوه انا ملاحظه كده. لا اتحسنت ايه؟ ده انا بس كنت واخده منه درس انقله، وقلت له هرجع لك الكراسه بكره بس. وما طلبتهاش ليه مننا يعني؟ ما انا المشكله كنت عاوزه اذاكر منها امبارح، فرنت عليكم انتوا الاثنين ولقيت الموبايل مغلق. ايوه بس انا مكنتش عاملاه مغلق. لا انا صراحه كنت عاملاه مغلق امبارح. الحمد لله. طب انا بقى مكنتش عاملاه مغلق. يمكن عيب شبكه، يمكن. يا ربي لو سالوا سؤال قال لهم حاجه غير اللي انا قلتها خالص، يا ترى ايكون ردة فعلهم؟ هيطلعوني كذابه. يا ربي انا مش عارفه ليه حاسه ان يونج بتضحك علينا. انا هسأله. ايوه هسأله. بقول لكم ايه، المحاضره خلصت، يلا عشان نطلع ناكل. لا بقول لكم ايه، اسبقوني وانا هروح اغسل ايدي وجاي. تمام يلا يا يونج. يلا. ايوه لما اروح اساله. هي سهو. سجين في مفيش، بس كنت عايزه اسالك على سؤال صغير. ايوه اتفضل. الصراحه كنت عايزه اسالك، هل هي فعلا يونج خدت منك كراسه ونقلتها كده عادي؟ مش فاهم وضحي. يعني يونج قالت لنا من شويه انها خدت منك الكراسه عشان تلاقي شويه دروس لما سالناها علاقتك انت وسوا اتحسنت شويه. مش عارفه، بس انا اول مره اشوفك يعني بتدي كراساتك لحد. هو يا ربي هي قالت لهم كده؟ لازم اكمل انا كذب. ايوه هي خدت مني الكراسه بتاعتي ونقلتها. ايوه بالظبط ده اللي حصل. بجد؟ ايوه. في ايه؟ يونت انني قوي يا سهو، يعني انا طلبتها منك قبل كده وقلت لي لا مش بنقل حد. ممكن اكون كنت اناني شويه قبل كده، لكن دلوقتي اتغيرت شويه.
ايوه، ايه اللي غيرك بقى؟ يعني مش لازم تعرفي كل حاجة. ها تمام. ايه اخبار مامتك؟ الحمد لله. وباباك؟ كويسين بس دايما في خلاف. ساعات بفكر يمكن ينتهي الامر انهم يطلقوا، مش عارفة ليه. لا لا، انت دايما متفائلة بكل شر، ما شاء الله عليكي. تفائلي خير يا بنتي. هو الصراحة سهو ده سبب لي عقدة نفسية، مش عارفة ليه، ودايما بواب يقعد يزعق لأسباب تافهة. هو ده اللي جابلك توتر صح؟ بالظبط. على العموم باباك عامل ايه؟ يعني الحمد لله. لسه ما بتكلمهوش؟ هموت واعرف ليه ما بتكلمهوش. لأسباب معينة انا كنت قايلك عليها قبل كده. ايوه انت قلت لي سبب بس مش مفهوم يعني. بس انت قلت لي في سبب تاني وما رضيتش تقوله لي ساعتها. ايوه مش هقوله لك. ياسو انت قلقني قوي، ده احنا اصحاب بقالنا اكتر من 7 سنين. في ايه يا ابني؟ معلش يلا شوف انت راح تعملي ايه بقى. يوه ماشي. شرفت يا سهو. هي سهو سجون، في حاجة؟ لو جاي تتعارك فانا مش وقتك دلوقتي. لا انا مش جاي اتعارك، بس انا جاي احذرك، ما عادش ليك دعوة بيونج، فهمت؟ وانت ولا انت ولا مش انت، فهمت؟ يعني انت بتحاول تعصبني؟ تمام يا سجون. انت لسه شفت حاجة؟ هي يونج بقولك ايه؟ سجون. ايه سجون مالك يا بنت، شفتي عفريت؟ هاكل معاك المرة دي. بس ايه؟ طيب تمام، بس حاجة غريبة يعني. لا ولا حاجة غريبة ولا حاجة، لازم تتعودي من النهاردة. ايه يا بنتي ما تاكلي بقى. لا استني انا عارفة انت مش هتاكلي كده، استني لما اكلك. كملت تمام يا سجون. سجون تمام، خدي كده يا يونج. مش انا قلتلك ما تجيش يمها؟ اهلا اهلا، يعني انت حابب تعمل معايا مشكلة صح؟ حاجة زي كده. تمام، وانا بموت في الحاجات اللي زي كده. تعال معايا. لا مش اكيد مش هنتعارك هنا يعني، تعال انت معايا. تمام حلو. سوجون 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 سوهو سوجون سوهو سوجون. يا رب ايه اللي بيحصل؟ انا مش فاهمة حاجة. قلت ايه اللي بيحصل؟ يونج هما بيتخانقوا عليكي؟ لا لا، هما اصلا كانوا من زمان عايزين يتخانقوا. يا ربي نعمل، حاسه انهم كانوا بيتخانقوا عليا مش عارفه ليه. سوجين لازم تحاول تقنع نفسك انهم مش بيتخانقوا عليك. اكيد لا، سو هو مش بيحبها. ايوه هما اصلا كده من زمان عايزين يتعاركوا مع بعض. بنيت اللي مش فاهمه حاجه، احنا ملناش دعوه. بس دلوقتي لازم نحاول نسكت سو هو. ايوه لازم. ايه اللي بيحصل هنا؟ سكوت. ودي يا حيوان سوهو، ايه اللي بيحصل؟ ورايا على المكتب. يلا كل واحد على الفصل. يا ربي ايه اللي هيحصل لسوهو؟ انا خايفة عليه قوي. هو انت لسه برضو تحبيه؟ يا بنتي ده هحرجك مليون مرة. في ايه؟ انتي مالك؟ اوف يا ربي، انا عاوز شرح لكل اللي حصل من شوية، علشان مستحيل انتوا الاتنين تتعاركوا كده بالسهل. الورقة قدامي دلوقتي، هكتب مطرودين انتوا الاتنين لما قلتش ايه اللي حصل. ايه ده ايه اللي بيحصل هنا؟ انا سمعت ان السجون والسهو تعاركوا، وانا عارف ومتأكد ان سهو مستحيل يتعارك كده لما يكون الولد ده استفزه.
أيوة سهو محترم وبابا كمان محترم، والأخلاق دي مش بتاعته. أكيد أنت السبب. صدقني هو اللي إيه التعاوز تعاقب، والمفروض أصلا الأمثال اللي زيك ما كانوش دخلوا المدرسة دي. اكتب للواد ده طرد، اكتب له. اهدى بس يا حضرة المدير، ولا اهدى ولا مشاهدة، اتفضل نفذ اللي هلولك. يا ربي لا. لو سمحت فيس هو انا الغلطان. عايز تعمل فيها دور كويس صح؟ ايوه انا اللي بدأت المشكلة. يا سهو ليه كده؟ معلش ما تدوش طرد. لا بس انت يعني مش اول مرة. لا معلش سهودي، مش اول مرة الواد ده ما يتعاركش ويعمل مشكلة في المدرسة. طب تصدق لما كنت واخد اجازة كنا مرتاحين منك. مين مهتم اصلا بالمدرسة الوحشة دي؟ شفت هظن انا سمعتك. طارد يا مستر. ايه ده بس؟ ارجوك المرة دي سامحه، مش هتحصل تاني. علشان خاطرك بس يا سهو، مفيش طرد المرة دي، مجرد تحذير بس. دلوقتي تقدر تتفضل انت. بس لا ما تخافش مش هترده، هنرقصه بس مجرد قرصة ودان بس. ما ينفعش يا سهو، اتفضل هنحقق معاه في شوية حاجات وخلاص. يا رب اتمنى ما يدوش طرد. هتقعد في أوضة المعاقبة لمدة ساعتين لوحدك لحد ما تتعلم الأدب. معلش يا سجون، مش هدخلك الأوضة. بس يا مستر ما تخافش، أنا هتصرف معاه. تمام شكرا. ايه ده انا مش فاهم ايه اللي بيحصل. ليه هو اللي حصل من شوية مش محتاج يعني ان انا اقعد اشرح؟ احنا عاوزين من الاخر كده ناخد حق صاحبنا سجون. تاخد حق؟ هتعمل ايه يعني؟ شايف الضرب اللي انت ضربتوله من شوية؟ هنديك زيه يمكن ازيد شوية او الاخر كده. لو جدعين تعملوها كده. بقولك ايه انت؟ ايدي شباب تعالوا انقذوني بسرعة، ايدي بتوجعني هعيط. بقولك ايه يا بطل، استحمل شوية. عارفين انه جامد الواد ده مش هنقدر عليه، بس لازم نعمل شويتين دول عشان نعرفه ان اللي ورا السجون جامدين. لا مش جامدين، السجون هو اللي جامد. مش عاوز ظرافة. تمام شباب يلا نضربه. لا هتشوف دلوقتي الزرافة، ما خليك تضحك لما تقول بس. شباب سجون الحمد لله على سلامتك. انا عاوزكم